تحول إلى داخل المصريين مشاهدينا الكرام، تحديدا من مجلس النواب، حيث يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة عامة اليوم. للمزيد نذهب لداخل البرلمان، محمد بهاء مراسل أكسترا نيوز يطلعنا على تفاصيل هذه الجلسة. محمد، إليك الكلمة، تفضل. شكرا لك لما من مجلس النواب، لك مني كل تحية. بالفعل انتهت منذ حوالي أكثر من نصف ساعة أعمال الجلسة العامة 47 من الدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي الموافقة على عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين، وأيضا تم الموافقة على عدد من قرارات السيد رئيس الجمهورية. البداية لما كانت في تمام الساعة 11 صباحا مع بدء انطلاق أعمال الجلسة العامة، التي بدأت بالاعتذارات ثم الرسائل ثم مناقشة لتقرير اللجان المشتركة الصادر من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهو ما كان بشأن الموافقة على مشروع قانون بالتصريح لرئيس وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته في منطقة خليج غارب بخليج السويس، وهو ما تم الموافقة عليه نهائيا. وفي هذا الصدد أيضا تم الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول والشركة المصرية الوطنية لاستكشاف البترول وتنميته في منطقة وادي الدب بالصحراء الشرقية، أيضا تمت الموافقة على هذا القرار. بالنسبة لقرارات رئيس الجمهورية التي تم الموافقة عليها، في البداية كان مع قرار رئيس الجمهورية رقم 183 الصادر عام 2021، وهو الخاص بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة. بشكرك بهاء، شكرا جزيلا على هذه المعلومات من داخل البرلمان. كان معنا محمد بهاء مراسل اكسترا نيوز.